انا حطيت في لجوزي الدواء في الشاي عشان لا ينفعني ولا ينفع غيري، واوعي تفتكريني اني ست ظالمه او اني بعمل كده عشان انا عايزه افتري عليه. بالعكس، ده انا كمان اتاذيت، انا كمان اتقهرت، انا لسه عمري كله ما يكملش 28 سنه، لكن اضطريت اعمل كده عشان هو اللي ابتدى. انا اتجوزته جواز تقليدي، اتجوزته لاني انا كنت وصلت لسن الجواز، وهو كان شاب متفوق وشاب واصل في مستوى كويس جدا من التعليم وبيتكلم بدال اللغه 3. اول ما تقدم لي فرحت بيه جدا، كان لسه يا دوب على قده، عنده يا دوبك شركه صغيره للترجمه. ساعتها كنت مبسوطه قوي وحاسه ان هو ده الراجل اللي انا تمنيته، حبيته من اول يوم شفته فيه، حبيته حب جنون، حبيته من قلبي بجد. ما كنتش اتخيل ان الحب اللي بيقولوا عليه من اول نظره ده ممكن يكون حقيقي وموجود، لكن حبيته، حبيته. والخطوبه استمرت 6 شهور، في ال6 شهور كنت حاساهم 6 سنين، مستعجله قوي، عايزه اليوم اللي هيجمعنا في بيت واحد اكن بقالي انا وهو سنين كتير بنحب بعض. ما اكدبش اني ما حسيتش منه بنفس الحب، كان بيعاملني كويس، بيعاملني بما يرضي الله، ولا بيفوت موسم ولا بيفوت مناسبة غير لما يكلمني ويكلم أهلي، لكن مش هو ده الحب اللي أنا مستنياه منه، مش هو ده المقابل اللي كم المشاعر اللي جوايا. المهم إن احنا اتجوزنا، من أول يوم جواز ابتدى يفضفض معايا وابتديت اساله عن حياته قبل الجواز. كنت دايما لما بساله عن ده في الخطوبه يقول لي عادي، يعني ما كانش ليا علاقات، يا دوبك يعني عرفت واحده اتنين والموضوع ما كانش بيحصل في نصيب. قعدنا نتكلم وقعدت اقول له فضفض انا عايز اسمعك، وعرفت ان هو كان مرتبط بزميلته في الجامعه، كان بيحبها جدا 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 وراح اتقدم لها بالفعل، لكن هي كان مستواها المادي عالي وكان ربنا كريم اهلها جدا وعايشين في فيلا ومستوى معين، وهو كان ساعتها لسه على قده، حتى ما كانش مستقبله باين له ملامح. اه كان شاب متفوق في دراسته لكن لسه ما يعرفش بكره هيكون في ايه، ولما راح اتقدم اهلها رفضوه. طيب هي كانت مع اهلها ولا معاه؟ هي كانت مع اهلها، مش عشان ما بتحبوش، لا كانت بتحبه، لكن كانت شايفه ان منطق اهلها يحترم وان ليهم حق. ازاي انا اكون عايشه في مستوى معين واتجوز واحد على قده فينزلني من المستوى ده ويعيشني في حته شعبيه وظروفه ما تكونش قد كده؟ ساعتها النصيب اتقطع بينهم، ومن بعد قصه الحب دي قرر انه يتجوز بعقله. طبعا هو كان بيجملني الصوره، لكن انا ست وافهم وشفت قد ايه هو متاثر وهو بيتكلم عنها. شفت لمعة في عينيه غريبة لما كان بيحكي عن تفاصيلهم وعن الحاجات الحلوة اللي كانت بينهم، وشفت كسرة في نفس عينه وهو بيحكي قد إيه كان حزين وأهلها بيرفضوه وبيقولوله يا ابني أنت ما تنفعش البنت ده. حاولت أتناسى، حاولت إن أنا أعمل إني ما خدتش بالي، وابتدينا نعيش مع بعض مدة 2 سنين. وبعد 2 سنين من الجواز كان هي اتجوزت، طبعا كانت اتجوزت وعاشت حياتها، لكن جوزها جاله كانسر ومات بعد 2 سنين من جوازي. وساعتها هي اللي ابتدت تدور عليه تاني لانها كانت بتحبه جدا وما كانتش عايشه متهنيه، وجات لها الفرصه على طبق من ذهب. جوزها مات وابتدت هي تدور على جوزي وعرفت توصل له. كنت متخيله ان رد فعل جوزي هيكون النصيب اتقطع، وطالما ما رضيتوش بيا وانا مستواي قليل ما تدوروش عليا دلوقتي، خاصه ان جوزي في 2 سنين دول حصل له طفره غريبه، وبدل ما بقى عنده شركه بقى عنده اكتر من 3 شركات للترجمه. مستواه بقى حلو جدا، مستواه بقى ملفت جدا، وقدر ينقلنا البيت تاني ويعيشني عيشه كويسه. وساعتها كنت اتعلقت بيه جدا جدا اكتر من الاول، وكنت راضيه انه معايا بنص عقل وبنص قلب. كنت بقول الايام اللي هتخلينا نقرب من بعض اكتر، لكن لما هي رجعت كل شيء اتغير. لما هي رجعت حياتي كلها اتغيرت. من اول ما دقت على بابه ما فكرش حتى انه يوارب الباب، فتحه على الاخر والاتنين ابتدوا يفتكروا الذكريات وتقولوا انها بقالها كتير جدا بتدور عليه من ساعه ما جوزها مات، وهي ما صدقت ان هي تعيش تاني، واكن ربنا جدد لهم فرصه عشان يكونوا مع بعض. كنت فاكره انه هيسل كرامته، كنت فاكره ان هيقول لها انت ما تنفعنيش، انا دلوقتي راجل متجوز، مش متجوز بس، ده انا في 2 سنين دول ربنا رزقني منه بولد. فكنت فاكره انه هيقولها خلاص الحياه دي خلصت، لكن ما قدرش يقاومها ورجع لها
ورجعوا يجددوا قصة الحب من تاني، ورجع يقول لها أحلى كلام وتقول له أحلى كلام، واتفقوا مع بعض على الجواز. كل ده أنا معرفش، لحد ما خلاص حدد مع أهلها ميعاد الجواز، ولقيته بكل صراحة جاي يقول لي أنا عايزة أفتحك في موضوع. قلت له اتفضل. حكالي وقال لي أنا طبعا أنت فاكرة القصة اللي أنا حكيتها لك، صاحبة القصة رجعت تاني ودلوقتي أنا عايزة أتجوزها. ساعتها أنا اتجننت، قمت من مكاني وصرت، قلت له عايز تتجوزها؟ عايز تتجوزها بعد ما بعتك؟ بقى ده جزاتي، بقى أنا اللي اشتريتك وأنت كنت يا دوب لسه بتبتدي الطريق، ودلوقتي هي عايزة تاخدك على الجاهز بعد ما بقى ربنا كرمك. ليه بتعمل فيا كده؟ أنا عملت لك إيه عشان تعمل معايا كده؟ رد وقال لي غصب عني مش قادر، بحبها ومش قادر أعمل غير اللي مفروض أعمله، مفروض أتجوزها. أنا طول الوقت كنت بحلم البيت اللي يجمعنا سوا، وجت لي الفرصة. قلت له وكرامتك بعد ما رفضوك إزاي تقل من نفسك قوي كده؟ كان هو ده بقى الغريب رده عليا، لما لقيته بيقول لي أنا عاذرهم عندهم حق، أنا لو عندي بنت مش هقبل أبدا إن أجوزها الراجل يعيشها في مستوى غير اللي هي عايشة فيه. مين قالك إني زعلت من أهلها؟ ولا زعلت منها، اولا هي كانت غصب عنها لانها بنت محترمه وما تقدرش تعمل حاجه من ورا اهلها، ثانيا اهلها منطقهم يحترم، وانا لو مكانهم كنت عملت اللي هم عملوه. قلت له انت بتدي لها مبررات، بتطلع مبررات عشان تقول انك رايح تتجوز حبيبه القلب. قال لي هو ده اللي عندي، مش هظلمك، مش هاجي عليكي، هتعيشي معززه مكرمه، لكن غصب عني مشاعري مايله ليها وعايزه اتجوزها. وتمت الجوازه. ما اقدرش كنت اتطلق، مش عشان انا ضعيفه، اولا عشان بحبه، ثانيا عشان بقيت في مستوى مادي معاه غير المستوى القديم خالص اللي كنت عايشه ببيت اهلي، ثالثا والاهم انا كان عندي ولد، والولد ده بقى بيكبر قدامي وطالع في مستوى غير خالص اللي ممكن لو اتطلقت من جوزي ابني يعيشه، عشان كده استحملت وقلت له اتجوزها وانا ما عنديش مشكله، وكنت فاهمه ان انا هبقى الست العاقله اللي هتقدر توزن الامور. لكن ما اكدبش عليكم، كنت بموت بالبطيء، كنت بموت كل لحظة، كان كل ما بيجيلي بمسك التليفون عشان اشوف الكلام اللي داير بينهم. وعايزة اقول لكم ان كنت بلاقي بحبك وبحبك وحشتيني، كنت هتجنن عليكي، انا بجد ربنا بيحبني عشان رجعنا لبعض، كلام يقهر ويوجع القلب. كنت بحس اني بموت بالبطيء، كنت بحس ان انا روحي بتتسحب مني. جوزي اكتر راجل حبيته في حياتي اتاخد مني في ثانية، ومش بس اتاخد وانه اتجوز واحدة عادية، ده اتجوز اللي كان بيحبها. انا عملت ايه لكل ده؟ انا استاهل منه كده؟ على الرغم انه عوضني ماديا جدا، بقى كل ما ازعل يديني فلوس ويقولي خروجي اتفسحي، خروجي مع اصحابك، سافري اتبسطي، جاب لي عربية حلوة جدا ما كنتش احلم في يوم الايام ان اركبها. طبعا دخلت انا وهي في الصراع مين فينا اللي ياخده اكتر، وابتديت اخلف وهي تخلف، بقت هي عندها منه ولد وبنت، وانا كمان جبت ولدين، وهو كان متجوزها قبل كده وهي متجوزة من طليقها او اللي مات كان عندها منه ولد، وهو كان قابل الوضع جدا وما كانش عنده اي مشكلة. دلوقتي فات سنين بيني وبينه، السنين فاتت عليا صعبة قوي، مش قادرة انسى، مش قادرة اتصالح مع الموقف، مش قادرة احس ان الموضوع عادي خلاص، رغم ان هي بقى عندها ولاد وانا بقى عندي ولاد. وقلت لكم ما اقدرش اسيب، ما اقدرش اظلم ولادي بعد ما دخلوا مدارس انترناشونال وحياتهم بقت مختلفة، وهو مستواه المادي عالي جدا جدا. انا بس مقهورة مش عارفة اعمل ايه، ما زلت بفتش في موبايله، ما زلت باخد الموبايل واعرف هما بيقولوا لبعض ايه، بتجنن لما بعرف ان هو بياخد اجازة عشان ياخدها ويسافر، وهي بتسيب عيالها وابنها حتى مع امها وتعيش حياتها. لكن انا ببقى مقهورة، بقت دلوقتي افرض عليه ان هو كمان لازم يسفرني انا والولاد ويكون معانا، بيعمل كده بس هو مش معايا، وهو بنص قلب وبنص مخ، وهو مش معايا بأحاسيسه ومشاعره، مفيش فرحة في عينيه، بيعمل الواجب، بيقضي الواجب زي ما بيقولوا، لكن أنا حاسة إني اتظلمت واتقهرت. عشان كده حسيت إن السلاح الوحيد اللي ممكن استخدمه هو عقلي، استسلامي وخضوعي ما جابليش أي نتيجة، أنا جالي أمراض الدنيا، حاسة إني كبرت فوق عمري عمر، فقررت إن أنا أستخدم بعض أنواع الأعشاب والعطارة والأدوية اللي تخليه
لا ينفعني ولا ينفعها. يمكن ساعتها تزهق منه، يمكن ساعتها تحس انه خلاص الحاجة اللي بتربطهم وبتقربهم من بعض اكيد هي العلاقة الزوجية. عشان كده انا عايز انهي العلاقة دي، حتى لو انا هتضر، حتى لو مش هينفعني. فبقى كل ما يجيلي احط له في الشاي الدواء ده عشان لا ينفعني ولا ينفع غيري. شرير انا مش كده؟ بس انا مش شريرة، انا مش شريرة. انا اتظلمت، انا اتقهرت، انا كل يوم بموت، انا كل يوم بحس ان انا كنت مفروض اعيش حياة غير اللي انا عايشاها، كنت مفروض اتهنى بيه اكتر من كده. بس مش عارفة اعمل ايه، ازاي اخليه يحبني والحب مش بايدينا، ازاي اخليه يشوفني انا وما يشوفهاش هي، ازاي اشوف اللمعة اللي بشوفها وهو راجع من عندها واللي عمري ما شفتها وهو معايا. حقيقي مش عارفة اعمل ايه. عشان كده بعت عشان تقولي لي اعمل ايه، والناس تشاركني وتقولي يا ترى انا ظالمة ولا مظلومة، يستاهل اللي انا عملته فيه ولا انا ست وحشة. بس انا متأكدة ان انا ست مش وحشة.